همنا قلبين الضم. انا اتعرفت على المسيح النهارده. انا شايفه بعمل ايه بقى في النقطه ان اولادي خلاص ان حواء مش مذكوره في القران. حصل ايه في موضوع قضيه الضم؟ مين اللي حق الصلاحيه للوضع؟ هل القاضي حكم فيها؟ سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أيضا برحب بيك يا فرحة، أهلا بيك. أهلا بيك أخت أماني، وأهلا بالأخت مارينا وجميع المشاهدين، وكل سنة وكل المسلمين طيبين. النهاردة عيد الفطر بالنسبة لهم. طيب ماشي. لا أنا هم طيبين، ماليش دعوة يعني. أنا أقصد أنا بحب، إحنا كلنا بنحب المسلمين وعايزينهم يكونوا طيبين، بس يعني أمين. مش أمين. في اليوم ده بالذات، لا في كل الأيام. أمين. كل السنة طيبين، هم فرحانين بالعيد وكده، لكن إحنا عايزينهم يبقوا طيبين في المسيح في اسم يسوع. لأن لو لاحظت أنا قلت كل السنة. كل السنة، أوكي. لما ما لاحظتش بس دي كويس. طيب هاي كنت هقول لك كل سنه وانت طيبه يا مارينا. شوفي بتلخبطني، ازيك يا مارينا؟ كل سنه وانتم طيبين. سلام مسيح ليكم وفرحه اماني والمشاهدين والمسلمين، وكل سنه وانتم طيبين. طيب ربنا يخلي الوقت ده وقت تتفتح فيه قلوبكم وافكاركم وعقولكم لحقائق مهمه وكبيرة جدا، ممكن تغير حياتكم بالكامل. يعني الفرح اللي انتوا النهاردة حاسينه بالعيد والاحتفال والأسرة واللمة، معظم الناس بياكلوا فسيخ النهاردة، مش كده فرحة؟ أعتقد. ما عنديش فكرة، أنا معرفش. 26 سنة سبت المواضيع دي يا أماني. Yes. So, يعني عايزين الفرح ده يكون فرح بحقيقة الله في قلوبكم في اسم يسوع. حلقة النهاردة بقى هي الحلقة الثالثة من حلقات السحر، وسميتها النهاردة الحقيقة عهد إبليس. الشيطان إبليس ده ليه عالمه ومملكته وليه سلطانه اللي بيتحكم فيه، وبيتحكم في اللي بيسلموه زمام أمرهم أيضا. Okay. في الحلقات الماضية احنا قلنا لكم انه الشيطان، مش احنا مش قلناه يعني، ده واقع الكتاب المقدس بيقول كده، انه هدفه انه يعلو فوق الله او يبقى زيه على الاقل. فكل حاجة بيعملها ابليس وبيخطط ليها بتكون علشان يوهم البشر انه ليه سلطان زي الله. لكن البشر بقى بيتعاملوا ازاي معاه؟ أنا عايزة أقول حاجة، إنه إبليس بيحاول يوهم البصر إنه البشر إنه ليه سلطان زي الله، ولكن الواقع إنه ده مش حقيقة أبداً، وإنه منهزم وهزم لما المسيح مات على الصليب من أجلك ومن أجلي. هزم الشيطان وليس ليه سلطان على كل من يؤمن بالمسيح. فدي مبدأ أساسي عايزين نحطه الأول. لكن البشر اللي بيتعاملوا مع إبليس بقى وبيصدقوا أكاذيب إبليس، دول أخبارهم إيه؟ في أشكال كتيرة من البشر دول. في ناس بتصدق الكذبة زي المسلمين النهاردة اللي هم أهلنا الطيبين، مصدقين الكذبة إنه الإسلام ده شيء من عند الله. دول بيتعاملوا مع الشيطان على إنه إلههم، وهم مش عارفين إنه ده الشيطان وإبليس نفسه. لكن في مرحلة أعلى وأعمق بقى كتير، في الناس اللي بتتحدث مع الأرواح غير المرئية، الجن والعفاريت والكلام ده كله، أرواح الشر. إحنا قلنا لكم إنها ملهاش أي صفة تانية ولا شكل تاني إلا إنها أرواح شر تبع لإبليس. أوكي. يا ترى التعاملات دي بيبقى أشكالها بتتركم إزاي على أرض، في أرض الواقع؟ فمثلا الشخص اللي بيتعامل مع الأرواح الشريرة، الناس ممكن تقول عنه إيه؟ بيقولوا عنه مخاوي مثلا. مخاوي ده إيه؟ قاعد كده بيتكلم مع حد مديله مسنود، روح شرير سنداه، بيعمل حاجات خارقة للطبيعة، فيقولوا عنه مخاوي. أو مثلا يقولوا عنه ده شخص مبروك،
ايه المبروك ده؟ عنده كرامات، عشان مثلا بيعرف الحاجة اللي اتسرقت منك راحت فين، ولا يرجع الست لجوزها، ولا يرجع الراجل لمراته، وهكذا. لكن ممكن الأطباء والعلماء يقولوا على الأشخاص دي لما يشاهدوا تصرفاتهم وحديثهم مع الأرواح غير المرئية والكلام ده، يقولوا عنهم إيه؟ إنهم مرضى. يقولوا ده شخص مريض، اللي بيكلم نفسه أو بيسمع أصوات بتندهله أو بيتهيأله إنه بيعمل الحاجة وهو ما عملهاش، ده اسمه شخص مريض. النهاردة الحقيقة فرحة ومارينا والمشاهدين، أنا فكرت في فكرة بسيطة خالص الصبحية وأنا بصلي من أجل حلقتنا. في عبارة بتتكرر بكل لغات العالم، بتتقال بكل اللغات، بيقولوا عن الشخص اللي عنده طموح عالي قوي، بيقولوا إن الشخص ده يبيع نفسه للشيطان علشان يحقق غرضه. سمعتوا العبارة دي قبل كده؟ أوكي، بيعملوا عهود مع الشيطان أو بيبيعوا نفسهم للشيطان. بالظبط. ففي شخص يبيع نفسه وأفكاره وحياته للشيطان، وهو يبقى عارف إنه لما بيعمل الشر بيكون يعني ماشي على طريقة الشيطان. وفي ناس بتعمل كده يعني فعليا، تقول له أنا عايز ده وأديك روحي. أوكي، فكرت في بعض الاختيارات اللي بيعملها البشر اللي من النوع ده. أحيانا بتكون أشياء مرعبة جدا، يعني الشخص اللي من النوع ده ممكن يمشي على جثث أقرب الناس ليه علشان يوصل لغرضه. أوكي، ولكن كله بيبدأ بحب الذات وطلب مال النفس والنرجسية وفكرة أنا ومن بعد الطوفان، والشيطان دائما ما يرحب بهؤلاء. عبر التاريخ كان في ناس كتير جدا بيقال عنهم نفس الشيء، ان الناس دول عاشوا لنفسهم وباعوا انفسهم للشيطان. في ملوك ورؤساء حصدوا رؤوس الملايين علشان يعيشوا هم والحياة اللي هم عايزينها والملك اللي هم عايزينه. ولكن في كمان ناس في العصر الحديث عاشوا بنفس الحكاية. عندنا أمثلة، صدام، بحور الدم اللي اعترف بيها العالم بعد سقوط صدام، كي بتقول لك انه كان شخص مقاد للفكر الشيطاني والعمل الشيطاني. البغدادي ومنظمة داعش، هذا شخص باع نفسه للشيطان ويعلم تماما من هو الشيطان الذي يتبعه. القذافي، الإنسان الذي يتحالف مع قوى الشر ليصل لحلم حلمه هو فقط. كي وكثيرا ان احنا اما نرى انه الشخص اللي من النوع ده بيظهر بصورة صاحب المبدأ، صح؟ صح. المبدأ، صاحب المبدأ اللي بيدافع عن حق، يا إما يقول لك أنا بدافع عن حق الوطن أو حق الفقراء أو حق الله. من محمد بن عبد الله إلى مرسي الزناتي اللي موجود في السجن دلوقتي، إلى البغدادي، إلى الجميع، حق الله. محمد بن عبد الله هو كان مثل صارخ لشخص باع نفسه لخطة الشيطان، عهده فأصبح ملكه وأصبح أداته اللي أسس بيها مملكته حتى الآن. حين عاهد محمد إبليس كان ذلك بداية لعهد إبليس الإسلام. الكلام ده أنا عارفة أنه ممكن هيزعلكم، ممكن يكون صادم ليكم، لكن تابعوا معانا اللي هنقدمه لكم النهاردة من المراجع الإسلامية والقصص الموثقة من القرآن والحديث، عشان تحكموا بنفسكم مع من كان يتعامل محمد. أماني، يعني دايما الناس اللي بتتعاهد مع الشيطان، مش لازم صدام، وفي ناس، في ناس على أرضنا على أرض الواقع مغمورين مش باينين، لكن في الناس المحيطين بيهم بيعرفوا. دائما دائما اللي بيتعامل مع الشيطان او بيدي عهد مع الشيطان، دائما وابدا دايما نهايتهم بتبقى وحشه جدا. حقيقي واحنا انا من هنا بدعو الناس اللي بتتعامل مع شيطان ومع شياطين، مع ارواح شريره، بدعو الناس اللي هم عاملين عهود مع الشيطان عشان يظهروا معجزات بتوبه حقيقيه بسرعه قبل فوات الاوان، لان غضب الرب بيكون قوي جدا في المواقف دي. أمين أمين.
ولما اما تروح الفرصة من ايدك مش هتقدر ترجع لها تاني. خالص. مارينا، انا مش سامعاكي، لو عندك تعليق اتفضلي. طبعا اللي بيكون عامل حاجات زي كده مش بتبقى كفاية بس التوبة، على فكرة طبعا التوبة، بس لازم يتعمد، يعني لازم يبتدي عهد جديد مع ربنا، لأنه طبعا الشيطان مش هيسيبه، يعني مهما عمل هو الشيطان مش هيسيبه، لأنه هو ملك نفس الشيطان. فأنت عشان تنقذ حياتك تملك نفسك لربنا بالطريقة اللي ربنا قالها، إن من اعتمد، من آمن واعتمد خلاص. آمنة. يا نعم. بس فأي نقطة، حد معلش مارينا، في نقطة مهمة جدا في الموضوع ده، لأن في ناس بيبقى معتمدين برضو، تعمدوا ومشوا في الطريق الغلط. مظبوط. فالتوبة للجميع، سواء تعمد أو ما تعمدش، لازم يتوب بسرعة. احنا مش بنتكلم، دي نقطة مهمة قوي أنا على فكرة يا فرحة اللي بس أنا بتقوليها. بقول نقطة مهمة قبل ما نخش في الموضوع. مظبوط. هو احنا بنتكلم عن كل اللي سلم نفسه للشيطان، لكن الشيطان. نقطة مارينا ايضا من ناحية تانية، انه اللي ما يعرفش المسيح خالص بالظبط. لازم يقبل المسيح يتعمد. ويعتمد، علشان يعني انا فهمت الفكره اللي بتقوليها، انه ما يرجعش زي ما الكتاب بيقول يلاقي البيت مكنوس وفاضي فيدخل بقى هو وجيش معاه. صح يا مارينا؟ أهو صح كده، برافو عليكي. لأن واحد ما يعرفش المسيح خالص، حتى لو تاب هم ماسكين فيه وهو أصلا مسلم نفسه ليه، مظبوط فهي إزاي ما فيش خلاص غير بالمسيح. مظبوط. طيب، اللي احنا بنشوفه من تعاملات مع محمد مع الشيطان، بيقول ان محمد كان حقيقة غارق في خدمة قوى الشر. اوكي، دايما بنشوف ان اللي بيتعامل مع اجناد الشر زي ما قالت الاخت فرحة والاخت مارينا، لازم يؤذى منهم، لازم يؤذى منهم. محمد كان ده في سلسال عيلته موجود. مارينا، يا ريت تدينا فكرة عن الموضوع ده، وتعملي لنا مقدمة عن موضوع إنه محمد ده كان موجود في أساسه، في جذوره. اتفضلي. طيب الأول احنا لازم نشوف مين أبو محمد ومين أمه. أمه هي آمنة، وأبوه هو عبد الله، يعني حاجة معروفة عند كل المسلمين. هل هم كانوا مسلمين؟ لأ، كانوا يعرفوا ربنا؟ لأ. لا طبعا. في حين إن كان في ديانات زي اليهودية والمسيحية، يعني حتى لو هي اسمها النصرانية يعني، لكن كان في أديان تعرف الله وليها كتب، لكن هم ما كانوش بيتبعوا هذه الأديان، كانوا وثنيين. حتى إن محمد حب يستغفر لأمه، ونزلت كده آية بتقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيعني الله مش هيغفر لهم ليه؟ لأن هم ماتوا على الإشراك. يبقى دلوقتي أم محمد دي ست مشركة، والله مش بيغفر لها، بس أذن له إن هو يروح إيه عند قبرها، يعني يصلي عند قبرها، لكن مش هي في الجحيم، يعني في النار. طيب في يقول لنا كده في الخصائص الكبرى للسيوطي، يقول لنا وأخرج أبو نعيم عن بريدة وابن عباس، قال رأت أمنة في منامها فقيل لها إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين، فإذ ولدته فسميه أحمد ومحمدا وعلق عليه هذه، فانتبهت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب عليها أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق رائد من قائم وقاعد، يعني حاسه انه انا بك يعني بقول قرآن، يعني عن السبيل عائد على الفساد جاهد من نافس او عاقد، وكل خلق مارد ياخذ بالمرصاد في طرق الموارد، انهاهم عنه بالله الاعلى واحوطوا منهم باليد العليا والكف الذي لا يرى، يد الله فوق أيديهم وحجاب الله دون عاديهم، لا يطردوه ولا يضروه في مقعد ولا منام ولا مسير ولا مقام، أول الليالي وآخر الأيام. يبقى حتى كده إن إيه، الله أعطاها قرآن كده ولا حاجة مش عارفة. هل كان في
كان في قرآن قبل ما محمد ينزل، من هي آمنة لكي تأخذ مثل هذه الكلمات من الله تستعيذ بها من الشيطان؟ هل آمنة دي كانت ست مؤمنة؟ لا، دي كانت واحدة كافرة. يبقى كل الكلمات دي كانت جاية من فين؟ من طبعا أكيد ومؤكد، لأن هي في النار من الشيطان. ما كانش في ساعتها، هي لا تؤمن بأي ديانة، أو يعني ما تعرفش الله الواحد، يعني هي أصلا وثنية. مظبوط. فطبعا احنا دلوقتي بنسأل سؤال، من أين يعني هذه الكلمات أتت أمنا؟ نعم، الكتاب المقدس دايما بيعلمنا انه احنا ما يكون لناش اي شركة مع غير المؤمنين. يعني لما ما اقدرش استخدم حاجة من كلمات مثلا اللي بيقولوها المشركين، السحرة، عبدة الأوثان، ما اقدرش استخدم حاجة من التعويذ اللي هم بيقولوها دي علشان اشفي بيها نفسي، حتى ولو كان كلامها كويس، حتى ولو دخل فيها اسم المسيح، مش كده؟ كي. وبعدين في حاجة يا أخت أمين، يعني هي دلوقتي شافت رؤية ومعاها كلمات ومش عارفة وكل الكلام اللي هما بيقعدوا يحكوه في الكتب، بعدين تروح رامياه لواحدة ترضعه وما تشوفوش؟ يعني في أم تعمل كده مثلا؟ يا ما هو عشان كده طبعا يعني حاجة غريبة. هو ما انسهلهاش، وقال ان هي مش هتدخل الجنة، لكن ما اتكلمش على ابوه مثلا، لكن امه بالذات. اوكي. لا لا، اتكلم على ابوه، اتكلم على ابوه، قال له في واحد سأل واحد مرة، سأله ابويا فين، فراح وقال له ابي واباك في النار، يعني هو ما سابش الاثنين، كمان خفيف يعني عليه دخلهم يعني. كلهم. دي فاتت عليا دي يا مارينا، كويس انك مذاكرة. اوكي فرحة، هما الاثنين في النار. شكلك عايز تقولي حاجة، اتفضلي. بالنسبة لحديث السيرة اللي اتقالت على آمنة بنت وهب ومحمد، في عشان تعرفي ان الموضوع فيه حاجات مش مظبوطه، والواحد بيتعرف من البيئه اللي هو فيه. في المنتظم في تاريخ الامم لابن الجوزي يعني بيقول ايه؟ ان عمه يعني واحده بتحكي بتقول: كنا نسمع ان رسول الله لما حملت به امنه بنت وهب كانت تقول: ما شعرت اني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء اللي إلا إني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود وأتاني، يعني كان بيجي لها الحيض وهي حامل فيها، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان. تمام؟ فقال: هل شعرت إنك حملت؟ في واحد جالها يعني كده قال لها: أنت حسيت إنك حامل؟ فكأني أقول ما أدري. فهي اللي بتحكي كده. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين، خدي بالك. فقالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، يقن يعني خلاها تتأكد إنها حمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذاك الآتي فقال: قولي. أنا في حاجة مهمة هقولها هنا، أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك فذكرت ذلك لنسائي، النساء حواليها، فقلن لي: تعلقي حديدا في عضديك وفي عنقك. علقي حديدتين في العضدين وفي العنق. قالت: ففعلت. قالت: فلم يكن ترك علي إلا أيام فأجده قد قطع، فكنت لا أتعلقه. يعني كان بتحط تمائم. يبقى اللي كان بيجيلها ده إيه؟ لما هي تحط تمائم، تميمة، حاجات حديد كده، في تحطها في العضدين وفي رقبتها، دي معناها إيه؟ معناها إنهم كانوا بيشتغلوا فاهمين الموضوع ده، وإن الصوت اللي جالها ده اللي بيقولوه، طبعا السيرة دي اتكتبت بعديها يمكن بمئات السنين، الصوت اللي جاي ده حاجات أرواح شريرة، وإلا لو عند ربنا يقول لها حط تمائم. نعم، النقطة اللي حضرتك بتقوليها دي مهمة جدا. خلينا نفتكر انه في الوقت ده يعني كل حاجة كانت بترتكز حوالين الكعبة والبير اللي جنبها، والتجارة حوالين الكعبة والبير اللي جنبها. كل الناس كانت بتتعامل مع كهنة الأصنام، والسحرة والعرافين، ويعني كان ده مركز حياتهم. فكل ما تعلموه
كان جاي من الخرافات دي والتعاملات مع الجن والسحر والشياطين. ده من الناحية العملية، لو حبينا نتكلم عنها من الناحية العملية كشكل عام للمجتمع، أو هتكلم كده بالعقل. لكن بالروح يجب أننا نعرف أنه الشيطان كمان بيخطط. لما يجد باب مفتوح وفرصة بيخطط لأنه يتعامل مع الفرصة دي علشان تكبر وتوديه للهدف اللي هو عايزه. فهو كان متابع لمحمد وعيلته من قبل حتى ما محمد يتولد. أوكي. طيب يعني محمد كمان هو بعد بقى، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على ازاي هو بقى يعني ادعى الرسالة، وازاي كان بيقابل الجن، وازاي كان البشارة بتاعته المفروض انها جاية من ملاك يبقى كويس وهادي وحنين كده ويوصل له الكلام بحنية. لا، ده الملاك يعني بهدله وخنقه وفطسه علشان يوصل له الرسالة. وقلنا الملك ده اللي هو يعني ملك هو المهم، يعني هم اصلهم ما ذكروش ملك خالص، هو ملك. يا احنا وضحنا دي في الحلقة اللي فاتت. فالمهم انه تعاملاته كانت كلها مع هذا الكائن اللي يعني كان واضح انه تعاملاته معاها كلها شريرة. فالنهاردة بقى عايزين نشوف يعني ازاي محمد كان مش بس بقى يتعامل ويشوف وكده، لا كان بيكلمهم والجن بيردوا عليه بقى كمان. اي اوكي بص اتفضلي. يا ماني، كان محمد بعد ما الحلقه اللي قبل اللي فاتت قلنا ان كان بيلعب مع الجن وبيركبوه، ودي لازم ما ننساهاش ابدا، وكان بيتعب جدا ويرهق للصبح، ودي خطوره اللي بيلعب مع الارواح الشريره. كان بيتحاور معاهم، والدليل ان في حاجه اسمها صوره الجن. لكن في الدره الرسانيه في ان بيقولوا كده في باب تكليف الجن في سوره الرحمن، عارفه حضرتك سوره الرحمن اللي هي بتيجي فيها ايه متكرره كتير 31 مره، اللي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايوه، فبيقولوا في ان خرج رسول الله فقرأ سوره الرحمن من اولها الى اخرها. ها، راح على الصحابه فحكاها من اولها من اولها لاخرها، والصحابه قاعدين ساكتين. فقال الرسول لقد قرأتها على الجن ليله الجن. انا قريت السوره دي كلها ليله الجن وانتوا ساكتين كده، فكانوا احسن مردودا منكم. كلما اتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يعني الجن كان محمد بيقرا سوره الجن فيردوا عليه، راح قراها على الصحابه ما كانوش بيردوا عليه، فابتدى يعاتبهم. فابن القيم الجوزيه بيقول ايه؟ وهذا يدل على ذكائهم، ذكاء الجن، وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب وعلمهم إنهم مقصودون بها. ودلت سورة الرحمن على التكليف بالشرائع كما كلف الإنس. ولهذا يقول في أثر كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان. فدل على أن السورة خطاب للثقلين معا، ولهذا قرأها رسول الله على الجن قراءة تبليغ، وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم. يعني الجن أذكى من الصحابة. فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. يعني هنا بيبين لنا أن محمد كان فيه تعاملات مع الجن، فيه حوارات مع الجن، في حتى مسميها ليلة الجن. يعني مش بيركبوه بس، ده بيتحاوروا معاه. بياخدوا يدوا معاه ويردوا عليه، وهو كان بينقل الصورة دي للصحابة كمان، عشان عارفة القوة الشيطانية توصل للصحابة كمان. اوكي، دي هي النقطة الأهم عندي أنا بقى فرحة في الحتة دي. الحديث اللي حضرتك قلتيه ده يعني فيه نقاط كثيرة جدا، ولكن من هنا كان التصريح
كل المسلمين ان هم يتعاملوا ويتحاوروا مع الشيطان. اوكي، احنا الكتاب المقدس دايما يعلمنا ايه؟ يقول لك إيه؟ انتهر الشيطان، ايوه انتهره، يعني ما تسمحلوش انه يقرب منك، تنتهره فيهرب. ما لنا اقعدش احكي معاه حكايه. ما اقعدش احكي معاه حكايه، ولكن احنا هنا شايفين صوره ان محمد يعطي تصريح عام رسمي ممضي بتصرفاته هو، انكم تحدثوا بقى مع الشياطين. اللي يفتح باب للشر، الشر ياكل حياته بالكامل. محمد صور صوره لمن حوله ان هو مش لوحده اللي تعامل مع الجن بصوره مباشره زي كده، علشان يؤسس اللي عمله ده ويديله جذور. فكان بيحكي لهم ايه؟ القصص الخياليه عن الانبياء اللي قبله، او الانبياء اللي هو اخترعهم، او الناس اللي هو قال عليهم انبياء وهم مش انبياء، وهكذا. من ضمنهم قصه سليمان مثلا، سليمان وملكه سبأ. فيعني استخدامه لقصه سليمان في القران كان في منتهى الشر، لأنه نسب لأحكم البشر سليمان الحكيم ده تعاملات مع الجن، وبذلك يفتح لنفسه المجال أنه يكون في مركز زي سليمان الحكيم، ويشوش القصص الحقيقية للملك سليمان. سليمان طلب حكمة من الله، ولكن محمد صورها بالصورة اللي هو يعرفها، اللي هي هو عايز التعامل يوصلها للناس. بالظبط، اللي هي التعامل مع الشياطين. اتفضلي يا مارينا. طب انا عندي بس تعليق على تعاملات الاول محمد مع الجن. اتفضلي. القران يعني لو في واحد، انا بس عايزه افهم المسلم فكره، لان طبعا دايما يعني ده ممكن سؤال يكون وارد في اذهان المسلمين، ازاي احنا يعني نتبع هذا الشيطان ونستعيذ بالله من الشيطان، يعني وانه الشيطان في القران دايما مذموما ومطرودا وما نتبعك من الغاويين وهكذا. فكره لو يا مسلم لو الشيطان قال لك انا شيطان تعالى امشي ورايا، طبعا مش هترضى. فالشيطان مش غبي زي كده بالظبط. نصاب، لو واحد نصاب وعايزك او عايز ينصب عليك، هيقول لك ايه؟ هحذرك من النصابين، والنصابين دول وحشين، والنصابين دول بينصبوا، والنصابين ده كذا. كل ده ليه؟ عشان تديله الامان وتمشي معاه وينصب عليك. هكذا فعل الشيطان من خلال محمد، من خلال القران. يعني كمان في مثل، في حاجه كمان عايزه اضيفها في الحته دي، الجن. يعني احنا طبعا ده برضو وارد في ذهن كل مسلم، ما هو الجن؟ هيقول لك في جن مؤمن وجن كافر وجن مش عارفه ماله. لا، مفيش حاجه اسمها كده، دي خدعه. علشان لو انت مثلا شفت حد يعني يتعامل مع هذه الارواح، تقول اه ما هو معاه الجن المؤمن، زي ما كده رسول الاسلام اعانني عليه فاسلم. فدي خدعه، الجن يعني شيطان. زي كده ما القران يقول لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. طب ايه هو الحق؟ ايه هو الحق؟ يعني ما تقتلوش بس اقتلوا، يعني مطاط ومخادع. أيوة. ومخادع، وده اسلوب الحياه القديمه. الحياه القديمه يعني ايه؟ يعني الشيطان ده اسلوبه على مدار الازمان كلها. ومحمد اصبح هو المدخل للشيطان علشان يجمع الاتباع دول كلهم. علشان كده قلنا انه عهد محمد عهد ابليس، ابتدى بيه عهد ابليس مع الشيطان، بقى الاسلام كله هو عهد ابليس. اتفضلي. وعارفه كمان اخت اماني، احنا كمسيحيين يعني لما نيجي نقرا القران واضح جدا التناقضات واضحه. بنفهم ما وراء الكلام، لكن المسلم لما يقرا القران مش فاهم حاجه، مش بياخد باله. يعني دي مش مره مثلا اسمع اختبار او اتنين، يعني عديد من الاختبارات يقولوا احنا لما عرفنا الحقيقه ابتدينا نقرا القران بطريقه تانية خالص. مزبوط. فقارئ القران بيكون فعلا مقيد بقيود شيطانيه، لان هذه الكلمات وانا قلت الكلام ده قبل كده،
لما بيقول هات مثله، هات مثله في ايه؟ في قوته الشيطانيه. فالمسلم بيكون مقيد من صوت الاذان لصوت القران والنغمه بتاعته والكلمات بتاعته، وفاكر ان احنا لما يسمعنا القران يا حاجه كده هتحصل فينا فجاه كده وقلبنا هينشرح يعني. عشان كده يعني لازم يسمعوا القران غصب عننا، وما يعرفوش ان احنا عشان بنعرف الاله الحقيقي بنعرف نميز. عايزة أقول حاجة مارينا، أنا مش عايزة أطلع بره عن السياق الحديث، ولكن يمكن فرحة توافق معايا على الموضوع ده كمان. على فكرة اللي احنا بنعمله دلوقتي في تفصيل كل الأمور دي، إن احنا بنوري لكم إزاي الشيطان بيرمي لكم حبال ويسيبكم تتعلقوا فيها. جاء على بالي حاجة يعني مهمة قوي في حتة انه اسمعوا الاذان واسمعوا القرآن والتلاوة والدندنة والتنغيم والتجويد والكلام ده كله، ودي يعني زي حاجات كده بتتعمل. مثلا لما تيجي تسمعي تعويذة، التعويذة بتتقال بنغمة، لازم يبقى لها وزن ونغمة، وهكذا هو القرآن والأنغام وكل ده. بشوف مسيحيين اوكي بيقولوا ان هم بيعجبهم صوت الأذان او بيعجبهم صوت القرآن ساعات. انا بحذركم انه ده من اعمال الشيطان، وانه ده من يعني الفخاخ اللي بيضعها الشيطان. اوعى تفتح قلبك ولا فكرك لشيء زي كده. تفضلي يا مارينا، ناخد النقطة اللي بعد كده. اما بقى بالنسبه لسليمان، فمحمد لانه ماشي بهذا الاتجاه فعايز يقول لهم ما تخافوش اهدوا، يعني ما هو سليمان كان كده وما فيش مشاكل يعني مع الجن وسليمان، وقعد طبعا يشوه صوره سليمان الحكيم. وطبعا احنا يعني لما المسلمين على وجه الخصوص يعرفوا ان يعني حكمه سليمان بقيت في ايه؟ في انه يكلم يسمع النمله ويشوف الهدهد يعني ما ظهرش ليه النهارده ويكلم الحيوانات. هل هذه هي حكمه سليمان؟ لا طبعا. في سوره البقره 102 بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر ايوه فيتعلمون منها الى اخر الكلام، يعني يفرقون بين المرء وزوجه الى اخر الكلام. ايوه انا هاخد بس اول جزئيه من اللي يهمني في سليمان، او اول جزء في تفسير ابن كثير بيقول لنا كده ان الشياطين يقول كده روى الحاكم في مستدركه عن ابي زكريا عن قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اي على عهد سليمان. قال كانت الشياطين تصعد الى السماء، الشياطين تقعد كده تطلع السماء أيوة. فتقعد منها مقاعد السمع فيستمعون من كلام الملائكه، يسمعوا من كلام الملائكه ما يكون على الارض من موت او غيب او امر، فياتون الكهنه فيخبرونهم فتحدث الكهنه الناس فيجدونه كما هو، يعني يغشوا يروحوا للكهنه، الكهنه تقول للناس، الناس يقولوا يا واو يعني هو ده الوحي وكده، وان دول يعني معاهم غيب وحاجات كده. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، فالناس بقى ابتدت تكتب الحاجات دي، وفشى ذلك في بني اسرائيل ان الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من هذا الكرسي. راح جمع الشياطين، جمع الكتب وراح دفنها. فبعد ما مات سليمان، عشان اختصر القرايه، بعد ما مات سليمان راح الشيطان تمثل في صوره راجل وراح لبني اسرائيل وقال لهم انا هنا في كنز ولو انتوا يعني مش مصدقيني بقتلوني. وبعدين راحوا جابوا الكتب، وراح الكتب اللي فيها السحر والحاجات اللي كانت الشياطين يعني بتعلمها للناس، فراحوا اخرجوه وقالوا ان سليمان كان يضبط الانس والجن، الانس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشى في الناس ان سليمان كان ساحرا. اوكي. دي قصة سليمان ان هو ما كفرش لكن الشياطين هي اللي كفرت. طب طبعا كل هذه المسائل خرافات. طيب السؤال هنا، هو بيحاول ينفي انه سليمان كان كافر عشان اشتغل بالسحر، هو اللي بيكلم الشياطين والجن ويبقى ليه سيطرة بالشكل ده، يقول لك اللي يقرب من كرسيه يتحرق ومش عارف ايه،
طب هو كان اللي بيقرب من كرسي يتحرق ازاي؟ بأي سلطان؟ محمد صور سليمان على انه انسان ليه قوة خارقة للطبيعة، وبالظبط كده يعني. خد نفس القصة وحطها في كتاب ألف ليلة وليلة، هتلاقيها تمشي قوي مع الملك، معرفش عفركوش ليه ولا اخت ايه، اماني كمان وخاتم سليمان، ان اول ما خاتم خلع سليمان. الخاتم بتاعه وخده الجني ابتدى حتى كمان يعني حتى بيعاشر ستاته عادي يعني من غير ما ستاته واخدين بالهم ان ده مش سليمان يعني. ف يعني حاجات زي كده خرافات كثيرة كتبت عن سليمان نعم وتعاملته مع الجن، وفي الاخر يقول لك ده مش الجن، ده هم يعني كانوا بيسرقوا. طب فين ربنا؟ يعني هل ربنا ممكن يخلي كمان الشياطين تسرق كلمات وتنزل بيها للناس، تسرق كلمات من الملائكة في الغيب والحاجات دي؟ طب كل الكلام ده ضحك على المسلمين علشان يقولوا لهم يعني مش محمد بس اللي فيه حاجات، ده في كل عصر وفي كل زمان يعني. اوكي طيب فرحة، قبل ما اديكي تعليق بس خليني اخد مكالمة لو سمحتي. اخد الاخ سليمان من امريكا. اهلا بيك اخ سليمان، سلام المسيح معاك. يسوع المسيح معك اخت اماني اهلا بيك. والاخت صراحة انا بحب اشارك في بالنسبة لهذه الحلقة. ايوه اتفضل. أنا الرب مستخدمني في إخراج الأرواح الشريرة، وصليت مع عدة ناس أجانب والأرواح الشريرة خرجت منهم. أنا بحب أوجه نصيحة لكل الأخوة المؤمنين، إنه لما أنت تكون خارج في الأمكنة العامة ما تلمس أي شخص، لا تعرف إذا هذا الشخص موجود في أرواح شريرة أو لا. بتكلم ناس لا تلمسهم ولا بتتكلم معهم من مسافة معينة. بحب إني أضيف خبر آخر. مفرح سمعته على الفيسبوك، إنه شيخ بالسودان راح على الخرطوم بالشوارع ولقى عدة مبشرين بيعطوا أناجيل وبوزعوا نبض للناس بالشوارع، وكان يصرخ عليهم وما كانوش يسمعوا له، وهو شاف بعينه إنه 100 شخص في اليوم يأتوا للمسيح. يا انت تقريبا بتتكلم على الشيخ الزغبي، كان فيديو موجود على الفيسبوك، فعلا هو بيقول حاجة زي كده. لكن اخ سليمان انا يعني بشكرك على مشاركتك، وبصلي ان الرب يستخدمك انه تساعد الناس ان هم يفهموا حقيقة العيشة مع المسيح. الانسان المؤمن العايش مع الله والروح القدس ملئه، لا يمكن انه الشياطين تقدر تشارك المسيح جواه او تعيش جواه ابدا، وهو ده او اللي تأذي. او تأذيه. لكن ده اللي هنتكلم عنه في الحلقات القادمة بإذن ربنا. سيب لنا نمرتك يا أخ سليمان وأنا بقى أتكلم معاك بعد الحلقة. بشكرك والرب يبارك خدمتك. عندك حق يا أماني اتفضل. في موضوع اوعى تلمس اي حد، لا، اللي ممتلئ من المسيح واللي حماية دم المسيح عليه، نعم يعني لما قال اللي عليه الحماية. عشان كده انا شخصيا بصلي دلوقتي كل يوم حماية دم المسيح على بيتي وعليا أمين أمين وعلى كل ما تمتد اليه ايديا. نعم اتأكد تماما ان الوحيد اللي يقدر يحميني هو الرب يسوع، ودم يسوع المسيح نعم هو اللي يحيد بيا. أنا فدي نقطة مهمة جدا مظبوط نعم أخويا الغالي، مش إحنا أبو لاموس يعني. لا هو يمكن يقصد انه الانسان اللي ما عندوش المسيح في حياته فعلا، اذا كان بيتك دي سهلة، دي سهلة، دي لكن يعني المؤمن اللي هو محتمي في دم المسيح نعم لما يخش في وسط، ودليل على كده ان التلاميذ كانت الارواح الشريرة يعني يس بتهرب منهم، مظبوط هم كانوا محتميين تحت الدم.
في اسم يسوع، والله يستخدم الإخوة في أنهم يوصلوا الحقيقة دي للناس ويساعدوهم على الحلقات دي. على فكرة من أهم أهدافها أيضا أن احنا نوريكم الطريق إلى الحرية من الأرواح الشريرة، وهو المسيح يسوع المسيح، ما فيش غيره. أمين. أمين. طيب خليني أروح لك يا فرحة، ليكي تعليق على نفس أنا ليا السياق، تعليق على وتفضلي النقطة اللي أيوه بعد على كده. الكلام اللي قالته مارينا، وعايزة أضيف حاجة كمان في نفس الآية. تفضلي. الأول لما تشوفي الكلام اللي قريته مارينا في التفسير بيقول لك الكهنة، أيوه خدي بالك من الكلمة، في فرق ما بين كهان وكهنة، صح؟ مظبوط. لأن هنا يجيب لك كهنة ليه؟ عشان يجيبها إيه؟ عايزين يلزقوا لشعب بني إسرائيل أي تهمة كراهية مستمرة، لكن في فرق، اللي بيستخدموا الحاجات دي هم كهان وليسوا كهنة. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، فكرني فعلا ما فيش فيلم، ما فيش تمثيلية، ما فيش حاجة إلا وردة من طبعا الحاجات العربية، إلا بالإيه؟ من الحاجات التراث الإسلامي. أيوه. لما بيقول لك الشياطين تروح إيه؟ تعمل ايه؟ تسمع، تسترق السمع، ماشي؟ دي بتفكرنا بالمقاس، يقول لك ايه؟ بيلمعوا الاكره. ايوه بالظبط، مش كده؟ ايوه بيحبوا يخشوا يلمعوا الاكره، ايوه فده يعني اسلوب ساذج، يعني ازاي شياطين هيروحوا ويعدوا بقى كل الموانع عشان يحطوا ودنهم ويسمعوا ويشوفوا ربنا بيدي لهم ايه واوامر ايه وياخدوها ويديها. فين ربنا في كل ده كله؟ يعني راح فين يعني؟ مش واخد باله هو ان في حد بيتصنت. بالظبط كده، نعم. ولا هو المفروض يعني الله في الاسلام هو اللي قصدها؟ هنشوف الكلام ده هو اللي قصدها ولا لا. يا في نفس الايه بتقول فيتعلمون عن هاروت وماروت، بيقول أيوة. ايه؟ فيتعلمون منهما على هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أيوة. ففي التفسير بيقول ايه؟ نفس التفسير اللي قالته مارينا، تفسير ابن كثير، فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما تصرفون به، فيما تصرفون من الافاعيل المذمومه، ما انهم ليفرقون بين الزوجين ما بينهما من الخلطه والائتلاف، وده صنيع الشياطين. أيوة. بعدين بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول ان النبي الحديث بيقول ان الشيطان يضع عرشه على الماء، يجيب العرش بتاعه ويحطه على الماء، وبعدين يبتدي يبعت سراياه في الناس، يبعت الجيوش بتاعته في الناس، الكتيبه فلان كده، فاقربهم عنده منزله عند الشيطان اعظمهم، الشيطان الجدع اللي هيعمل الشغلانه القويه قوي. اي في اعظمهم عنده فتنه، اللي بيعمل الفتنه خدوا بالكم تحت الجمله دي، اعظم شيطان اللي بيعمل ايه يا الفتنة اماني؟ طبعا الفتن. طبعا. يجي واحد يقول له ايه؟ ايه قول لي بقى النتيجه بتاعتك ايه؟ يقول له كده، ما زلت بفلان حتى، او زلت بفلان حتى تركته، او زليته يعني. يعني انا فضلت وراه لحد ما عمل بالظبط كذا. كده. وهو يقول كذا وكذا، فيقول ابليس لا والله ما صنعت شيئا. يعني دي حاجه ايه الهبل دي؟ ايه الهيافه دي؟ يعني دي زله، ايه ده؟ ده بيقول ويجي احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. ايوه قال فيقربه، ده ابليس يجيب الشيطان الكويس ده قوي، فيقربه ودني والتزمه ويقول نعما انت، يعني فاكرة الكلمة أي. اللي قالها المسيح، نعم من أنت أي. أيها العبد، كده نعم من أنت. وسبب التفرق بين الزوجين بيقولوا في التفسير بالسحر، بيخيل للراجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر، يخليها شكلها وحش أي. أو خلق كده أو بغضة وحاجات بقى كتيرة زي ما هما. لكن في كل الكلام اللي فات ده أهم حاجة في الآية بتقول وهم ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. امسك، يبقى الشياطين هنا ما بتضرش حد بالسحر إلا بإذن الله. الثوري، سفيان الثوري قال إيه؟ إلا بقضاء الله. ابن إسحاق قال إلا بتخليه على الله بينه وبين ما أراد.
لكن الحسن البصري قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: نعم من شاء الله. هنا قال: نعم من شاء الله سلطه الله، سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى. يبقى إيه؟ يبقى موضوع السحر يا جماعة، ها، والفتنة وكل الكلام ده بمشيئة الله. وفي فرق يا أماني عن علم الله ومشيئة الله. علم الله ده دي ما فيهاش كلام، أيوة لكن مشيئة الله أو قضاء الله يعني تم كتابة هذا الأمر عليه قبل ما يتولد كمان. هو أوكي. مسلط الشياطين إنها تتملك على الشخص ده. طيب احنا عندنا هنا نقطتين مهمين، عندنا قصة هاروت وماروت والملائكة دي، وعندنا النقطة اللي حضرتك بتقوليها دي، علم الله ومشيئة الله، وده واضح جدا في قصة هاروت وماروت. خليني اخد مكالمة وبعد كده هناخد فيديو للشيخ محمد حسان بيتكلم فيه عن النقطة اللي حضرتك قلتيها دي بالتحديد. انا هاخد معانا الاخ ابو ريمون من استراليا. اهلا بيك، سلام المسيح معك اخونا. خير يا اختي امان، اهلا ربنا وسهلا. يبارك ويبارك في خدمتك، انت بجد فرحه. الله يخليك. الحقيقه عندي رساله عايز اوجهها لاخواتي وحبايبي المسلمين. اتفضل. الحاجه الاولى ان محمد انسان كذاب كذاب كذاب، وهو الكذابين وابو يوم الاصلي. محمد وعد ناس في الجنه، هو لا يملك اطلاقا ان هو يباش حد الجنه، والا كان ابن ربنا منه شفاعه عن امه امنه. هو حتى عن نفسه فقال: كل منا ذائقه، يوصل النار. ايوه فسال واحد موجودين بيساله، هتقول حتى انت يا رسول الله؟ قال له: حتى انا ان مظبوط. لم هو ما يلمس كان لوش اي ربنا. سلطان، هو كان مستخدم من الشيطان نفسه، ليس لي اي سلطان. يعني مظبوط. هو ما لوش اي يقدر يشوف حد في الجنه. نعم. كذاب كذاب كذاب. الحاجه الثانيه موضوع جواز الرجل من ست، من اربع ستات، لا انا معلش ايه العدد معلش كده؟ اخ ابو ريمون، معلش انا امين. عايزه عشان نفضل في سياق الحلقه، انا عايزاك تابع معايا، وانا بشكرك على اتصالك. انت بتصل من استراليا يعني قاعد صاحي يعني سمعنا كل ده، يعني مش عارفه اقول لك احنا قد ايه متاثرين بمحبتكم، بس حابه ان انا اكمل في سياق فكره الحلقه. أي حاضر، باي. اوكي ربنا يباركك، شكرا على مداخلتك. طيب خليني اخد ناخد الفيديو وبعدين نستكمل الفكرة، تفضل. قصة هاروت وماروت الراجح أنهما بظاهر النص القرآني ملكان من عند الله تبارك وتعالى، أنزلهما ربنا جل وعلا ليكون محط فتنة وامتحان وابتلاء واختبار للناس، كما قال جماهير المفسرين من أهل العلم ومن أهل التحقيق. أما تعليم الملكين السحر للناس فهذا ثابت بصريح النص القرآني، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان، أي هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأهل العلم انقسموا إلى فريقين لاختلافهم في معنى حرف ما في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين. هل ما نافية أم هي اسم موصول بمعنى الذي؟ قول جماهير أهل التفسير، قالوا تعليم الملكين السحر للناس بصريح النص القرآني من باب الفتنة والاختبار والابتلاء، والله تبارك وتعالى يختبر عباده بما شاء. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق إبليس وهو أصل الشر كله،
ونهى العباد عن متابعته وحذرهم من اتباعه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا الباب كثيرة. الله تبارك وتعالى حين أمر الملكين أن يعلم الناس السحر ما كان الملكان عاصيين لله تبارك وتعالى، بل هما يفعلان أمرا كلف به من الله جل وعلا من باب الابتلاء والاختبار. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. والفتنة في اللغة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. فالفتنة هنا بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان. أن الحكمة من وراء ذلك أن السحر كان منتشرا في بابل، وهي مدينة من مدن العراق، كان السحر منتشرا بصورة كبيرة جدا. فمن كمال رحمة الله بخلقه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير، أنزل الملكين ليعلم الناس ألاعيب السحرة وليبين للناس شر السحر والسحرة، وأن فارقا كبيرا جدا بين ما يعلمه السحرة للناس وبين ما يأتي به الرسل والأنبياء من معجزات. هذه الحكمة التي ذكرها كثير من أهل العلم في إنزال الملكين، فهما يعلمان الناس من أجل أن يبينا للناس خطر السحر وشره وكفر السحرة الذين يعتقدون في الشياطين والجن والكواكب والنجوم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالساحر الحقيقي كلما ازداد كفرا بالله جل وعلا ازدادت الشياطين له طاعة وانقيادة. طيب دلوقتي كلام الشيخ حسان خلاني أفكر في حاجة. بيقولك أنه الابتلاء ده من الله، ابتلاء واختبار وامتحان وكده، كل ده اسمها ايه؟ فتنة. مش كده؟ كل ده نفس المسمى مش كده؟ الفتنة ابتلاء واختبار وامتحان. خليني افكر شوية في الناس اللي بيدخلوا الثانوية العامة. هو في حاجة اسمها انا داخل الامتحان ده ابتلاء مثلا؟ هل دخول اختبار امتحان اسمه ابتلاء؟ ولا ده شيء ده له مفهوم وده له مفهوم؟ مختلفين تماما. واحد بيرمي بلوته على حد بالظبط، او واحد أو واحد وقعت في حجره مصيبه يعني يعني بالزبط. مثلا ده انا بتهيألي عشان كده الناس اللي بيدخلوا الامتحانات دول فاكرينه ابتلاء، فمش عارفين يفهموا حاجه، مع انه الامتحان فيه ممكن الحكومة بتحط لك امتحان علشان خاطر تشوفك انت جاهز تدخل المرحلة اللي بعد كده عشان تنمو اكتر ولا لا. ده لما الله بيتعامل معاك فيضع امامك طرق تختار منها. اختار يا ابني، انا وضعت امامك الحياة ووضعت امامك الموت، هتختار انه لو اخترت الحياة هديك مراحل اكبر وابعد عن الموت ولكن الابتلاء لا ما يجيش إلا من الشرير. نقطة تانية فرحة، خلينا نروح لمارينا الأول عشان أنا كل شوية أقول يا فرحة. مارينا، لما وصف الشيطان أنه من خلقة الله، طبعا مفيش حاجة في الدنيا مش مخلوقة من الله، ولكن وصف الشيطان على أنه شيطان، على أنه كله شر وهو خلقة الله، ينافي تماما الكتاب المقدس. الله غير مجرب بالشرور، الله لم يخلق الشر. تفضلي. طبعا احنا قلنا الكلام ده الحلقات اللي فاتت ان الله خلق ملاك وهذا الملاك سقط، الله لم يخلق الشيطان، الله خلق ملاك والملاك سقط، والملاك السقط ده هو الشيطان، واتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل. ايوه. انا عندي تعليق على التسجيل وعندي تعليق على حاجات تانية يعني. فرحة لما قرت من تفسير ابن كثير ان الشيطان عرشه على الماء، وانا عايزة الكلام ده الناس تراجعه ورايا يعني، في صحيح البخاري
طبعا الشيطان عرش على الماء. وصحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى هو الذي يخلق هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يقول لنا كده أن الله لم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء. يبقى الشيطان عرش على الماء والله عرش على الماء. تستنتج ايه يا مسلم؟ ان الاله والشيطان هي شخصية واحدة. طب ادي واحد مرة يقول كده مرة يقول كده ومرة يقول كده. في نقطة كمان، مفيش حاجة اسمها ملايكة اسمهم هاروت وماروت. أي. يعني ايه هاروت وماروت؟ يعني الملاك لازم بيكون حرف ايل مع جبرائيل ميخائيل، مفيش حاجة كده. هاروت وماروت يعني دي زي كلام كده اخت اماني، لما نقول الكلمة ونروح حاطين اول الحرف بدلها ميم. هاروت ماروت كاني وماني لما نيجي نحكي حكاية وهكذا. في كلمات كتيرة زي كده. الكلمة الاولانية والتانية بدل اول حرف نحط ميم، هاروت وماروت كاني وماني، ويعني ده اللي حضرني. لكن في كلمات زي كده كتير. فطبعا هو كانت سائدة عليها زي الثقافة، فقال لك هاروت وماروت ملاكين. نيجي بقى لتذكير الشيخ اللي هو بيتكلم ده، يقول لك ان هم كانوا بيعلموا الناس السحر ودي فتنة. هو دلوقتي احنا لازم نقرا الآية كويس، الكلام خطير. يقول هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. يعني احنا نعلمك حاجة بس ما تكفرش. طب هتعلمونا ايه؟ فيتعلمون منهما ان يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني انا هتعلم من الملاك ده، يعني هل يعقل ان الملاك ربنا يبعتهولي عشان اتعلم منه هد اسرة؟ يعني الأسرة تتفكك؟ يعني يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب هل ربنا ينزل ملائكة يعلموا الناس السحر؟ هذا الإله يتعامل يعني يعلم الناس السحر، ليس يعني ضد، مش ضد السحر، بل يعلم الناس السحر ويقول لهم بس خلي بالكم احنا هنعلمكم واحنا فتنة. طيب اديني عقلك يا مسلم، هل ممكن الكلام ده يكون كلام معقول؟ لا طبعا. أوكي. لكن شخصية الشيطان واضحة جدا. طيب اذا يعني نمرة واحد، نقطة العرش اللي انت قلتيه ده انه عرش الله على الماء، عرش الشيطان على الماء، يبقى مين ده، الله ولا الشيطان؟ الحاجة التانية انه الملائكة نفسهم قالوا انه اللي هو بيقولوا عليهم يعني هاروت وماروت، قالوا ان هم جايين فتنة، الله يفتن البشر. تفسيره لهذا الامر ليه هو راح بعتهم علشان يعلمهم السحر غير منطقي بالمرة. اوكي غير منطقي بالمره. يعني طيب. انا لما ربنا يعلم السحر كده، ربنا يعلم سحر؟ لا ربنا يعلم السحر ازاي؟ طيب بالظبط. لكن الله، هو الله هدفه انه يتعلموا السحر ولا يتعلموا يخرجوا من السحر او يقاوموا السحر؟ كيف نقاوم الشرير؟ انه السلطان اللي ادهولنا الله نقول له في اسم يسوع المسيح احنا بننتهرك ايها الشيطان، او زي ما الرب كان بيعمل معاهم في العهد القديم، يقول له كده، يقول لهم، يقولوا انه لينتهرك الرب يا شيطان وهكذا. اوكي طيب فرحة اتفضلي. بصي لازم في نقطتين مهمين جدا. في بيقول لك الشيطان، الله خلق ابليس، الله خلق ابليس. السؤال كده بين قوسين، هل الله خلق الحرامي؟ طبعا لا، الحرامي بقى حرامي لما كان بيسرق. ايوه. لكن الله خلق البني ادم ده سوي وبعدين هو قرر انه يكون حرامي. مظبوط. عشان كده برضو الله خلق الملاك، فالملاك قرر انه يبقى ابليس. نعم. بس كده، دي نمره واحد. نمره اتنين، ازاي يعني هم مش هيضروا حد، هم هيعلموا هيعلموا بس، يعني الله بعتهم يعلموا بس إلا بإذن الله، يعني بإذن الله ده. طيب يقول لك ومن يضلل ومن يهدي من أضل الله.